بالله ما نرحبوا بضيوفنا الكرام وضيفتنا لنهار اليوم. بيان سور ناخذوها من اي وحده تقدر تجي عندنا البلاتو وتحكي لنا على فتره الامومه ولا على احساس الامومه. سورتو اليوم استقبلنا معنا ضيفه مميزه لانها زميله بالدرجه الاولى وصديقه دوكا ولا صديقه ديالي. معنا السيده نجمه بوكرش. مرحبا بك. مرحبا بك نسرين. نرحب كل مستمعاتنا بوكو بلوس امهاتنا هم هاتنا للفتيات المقبلات على الزواج. نقول لكم مرحبا بكم وان شاء الله نقضي وقت ممتع ان شاء الله يا ربي ممتع بالموسيقى بيان سور مع رضوان الحياني وايضا مع الفوائد والنصائح اللي حنقدموها لهم ان شاء الله بصفه الامهات دونك ماشي بلسان اخصائيين ولا اطباء لانه ما عندناش طبيبات. بالعكس راحين نتقاسموا معكم الاكسبيريونس اللي دوزناها حنايا بيان سور. نرحبوا بكامل المحبي وكامل المتتبعين في راديو شمس اف ام وتحيه خاصه ل بيكا كادر مومو بومديان. تحية خاصة أيضا لأكرم أكرم حورية دبزة أيضا لفوفة قلشة حورية دبزة تاني كامل كامل لهم حاضرين معنا واللي راهم دايما يدعموا فينا. أمي ميلينا كوين بيان سور غنتسناو في الدلع اللي سقطيها لنا البارح. دونك أنا حاضرين معاكم ونقولوا دايما رانا حاضرين معاكم كما قلت لكم على أمواج راديو شمس الجيري. اليوم حنتكلموا على موضوع جد مهم لكن قبل ما نعرفكم عليه حبيت انايا نعرفكم على نجمه بوكرش اللي هي كما قلت لكم زميله في قناه النهار في القسم قسم اخبار دونك نجمه اليوم جاتناش باش جبنا اخبار جاتنا باش جبنا اخبار ليا البنت ديالها وانا نعطيكم سكر على بالك نحكي لهم كل شيء دونك ليا سيتي مون غيف نسمي بنتي ليا اسم بزاف شباب ولكن قلت لها اسم بنتي ليليان قالت لي انا تاني مون غاف سيتي اسم بنتي تكون يكون ليليان. ربي ان شاء الله يكبرها لك على الدين والطاعه وتربى في عزكم ان شاء الله. يعيشك شحال في عمرها دوكا ليا؟ 10 شهور. اي بالك مازالها بيبيه مازالها بيبيه بدات تحبي بدات تقبال بدات تخرب سقطوا الخريب ما ليش الحق معاها شفتي خلاص شغل دوكا لازم تحطي عينك عليها 100% اي انكور اي انكور اكزاكت دونك بما انه ما تعرفتيش على البرنامج ديالنا سوبر مامون دي زاد سي جوني ميشان لي شغل مسلسل نحكيو من نهار المراه اللي ترفد قبل ما ترفد نهار اللي تزوج حتى ولادها يكبروا كيفاش تربيها ايتو دونك حتولي معنا نحكيو على بزاف لي سيجي ان شاء الله يا ربي. دونك نجمه انت تزوجتي شحال قعدتي مده باش رفدتي؟ 3 موا. سيتي فيت في زواج. زواج رحت على الجينيكو درت لي فحص شامل شفت ا بيبري اسك عندي بروبليم ولا باش نبدا نداوي باش نشوف اسك عندي بروبليم. تما درتي استعدادات الحمل هذيك كي تزوجتي؟ درت كي تزوجت شفت رحت عند جينيكو اونكاو قلت اونكاو راني مريضه ولا ديك تكون عندي اون بيريود باش نداوي فيها تري بيان. رحت عند جينيكو قالت لي ما عندك والو تو تي بيان الحمد لله ما عندي والو وبعد 3 موا عرفت داكا. انت كنتي حابه هذا الحمل ولا شغل ما درتيش احتياطات؟ ما درتش احتياطاتي نو ما كنتش حابه ما كنتش حابه قلت كيما جات اكزاكت جات ابري 3 موا من الزواج جاتني ليا ومن بعد ما بديت انا مع الاول كنت ما نعرفش كنت كل حاجه كانت جديده عليا مي كنت نسقسي دوك واش ننصحوا حنا للفتيات هذو مقبلات على الزواج ولا الامهات اللي مازال ما نجبوش لازم يسقسيو اكزاكتومون ما راناش حنا دي ميدسان ولا مي لازم نسقسيو سي بيان. رحت كنت كي نروح عند جينيكو كيسيونير ملي ندخل وانا نسقسي فيها تفح حاجه نسقسي فيها سقسي لي مامون اللي قبلي سقسي لي ميدسان لازم وحده ما تحشمش بزاف شتي دي جينيكو كيما واش كنا نهضروا من قبل تدخل تهضر مع هذا جينيكو كي تخرج تقول لك ما فهمت والو نو سي فو لازم نهضروا كي تخلصي لازم انا كنت نسقسيها كنت نهبلها بدي كيسيون ومن بعد كانوا كاينين دي زيتاب واحد اخرين نهضروا عليهم بيان سور. شوفي كاين ما لبيش اسكو روماركيتي في لا سال داتون تاع جينيكولوج
تقعد تقول لك كاين بزاف نساء يخر فتي على بالك شو جايك وعلى بالك شغل ترهيب يرهبوك ماشي ما يخوفوك يرهبوك. نظن حنايا جوستومون حنا هذه سوبر مومون دي زاد ليميسيون هذه باش نبسطوا عالم الامومه باسكو ما كاش حاجه حلوه ما كاش حاجه تسوى جوزي غوسس عيانه ولا مش عيانه. نسرين سمحي لي كاين حنا عندنا بعض الزميلات نكونوا راهم بالحمل ويبقاو مخلوعين ورانا خايفين وخلعونا حتى جينيكو خفت وليدي يخرج مشوه وخفت هذه نقول لهم عيشوا اللحظه ما كاش حاجه مليحه 9 شهور لازم تعيشيها لو كان تبقاي دوك هذا الشيء كاع يجينا هذا التخمام كاع يجينا مصح لا لا لازم واحد يعيش اللحظه ما كاش حاجه تما اش قلت لك من قبيله لي زونفون سي لي زونفون سي سي بونور اكزاكتو ما لازم نعيشوا هذاك البونور. علاش علاش نسمعوا الهضره يتوب حنا انا هنا اليوم باش نفرحوهم باش ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نفرحوهم بيان سور. كما قلتي اجمل شيء في الحياه هو انه المراه تكون تحس بالجنين ديالها ان شاء الله هذه الفرحه ما تحرم منها حتى وحده ان شاء الله يا ربي. على بالنا بلي وكما قلت لك نجمه انا في لا غروسيس تاعي ما عشتهاش بيان 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 لا جورني عشتها سوبر بيان بصح في الليل ما كنتش نرقد وعلى هذا الاساس انا حبيت نقول برك البنات اللي راهم ان شاء الله تزوجوا حابين يستقبلوا مولود لازم ديروا ان بيلون جينيرال دونك من ناحيه الطب النسائي اسمع عند جينيكولوج تروحوا تشوفوا واش كاين واش ما كاينش او ميم طون ديروا بيلون جينيرال باسكو على بالنا ميم تي صرات لك نجمه كنا تكلمنا في الكواليس على بالنا بلي لا في ولا المراه كي تكون نورمال الا كان عندك الزكام يولي لك فوا 100 ولا كان عندك لا طونسيون تولي لك فوا 100 الا كانت عندك الاليرجي تولي لك فوا 100 دونك انا كانت عندي الحساسيه وما كانش على بالي بلي عندي حساسيه بزاف دونك شتي كي تبدل حالتو تقعدي تعطسيتو ومن بعد يجوزك الحال خلاص ما داويتهاش ما نكذبش ما داويتهاش مي ابخي كي رفدت ولا يتقطع فيا النفس في الليل ما نقدرش نرقد نبكي باش نرقد شغل نف مو هذوك كوتي رقاد ما رقدتش باسكو صح ميم حتى كي رحت عند الطبيب وهضرت معاه تو دار لي لي زاناليز وشاف واش كاين واش ما كاينش قال لي ما نقدر ندير لك والو تكملي 9 شهور هكذا دونك قاعده نبكي علاش قاعده ندمتي علاش ما رحتش انا ودرت البيلون كي انا كي الناس نجوز الحمل تاعي كيما انا كي الناس دونك انت ثاني صار لك وكان في ضغط الدم يا اخي لا طونسيون انا ثاني كانت عندي لا طونسيون قبل وما كنتش كنت نحس راسي زيار كنت راسي طول طون يوجع ما عندك ما نشوفش مليح كي نتقلق نتنفخ ونولي حمراء مي ما قلتش بالك انا ما ديتهاش كاع بلي عندي لا طونسيون كي رفدت بالحمل في النورمال شهر ثالث ملحق شهر ثالث درت اون بيك دو طونسيون طحت طحت كنت نورمال كنت خدامه هنايا عادي خدمت 7 5 تاع الصباح خرجت على الطناش حقت الدار رقدت هي لا طونسيون تخليك كي ترتاحي كي رقدت درت اون بيك دو طونسيون طحت وحدي وفطنت وحدي كنت وحدي في الدار شفتي طحت وحدي وفطنت وحدي حتى عيطت للزوج ديالي داني للوبيتال باش قالوا لي طلع درت اون بيك دو طونسيون حقت لي قريب 20 واو ومن بعد بديت مع الفحوصات مع الكارديولوج شافوا لي اسك درت افي سي ولا لا الحمد لله ما درت افي سي قالت لي كانت عندك لا طونسيون قبل مع لا كوشمون مع الوحم بروفوكات بروفوكات ايه باسكو كيما قلنا الجنين ولا الحمل هذا يعاود يخرج لك كاع الامراض اللي فيك فوا 20 علاش حنا لازم نعطوك ما ندوهاش على ليجير حبيت نرفد وخلاص وسي بون ان بروجي نورمالمون من قال لي كوتي سوا سوسيال ولا لا صح صح صح, صح, صح اكزاكتومون اكزاكتومون حنايا ولينا نشغل نستهزاو نقولوا بيبي وخلاص بصح هذا ديجا كائن حي قبل وستان بيبي كاين بزاف ناس كنت قلتها في الحلقه الاولى كاين بزاف الناس تقول لك انا نرفد باش نشد الراجل نو سي ان بيبي لازم له الاهتمام لازم له الاحساس لازم له الحنان ما تجيبيش بيبي باش تغطي عليه مشكله ولا باش تحلي المشكله أيوة باسكو ديجا هو اصلا ماشي مشكله هو اصلا شغل لازم له لا طونسيون لازم اكزاكتومون البيئه تاعو هادي واش نخمو ماشي غير زعما نقولوا صحيا ولا ما مشكلتك من قبيل اجتماعيا ما ماليا ولا لازم نعرفوا بلي هذا الولد راه جاي لازم نقوموا به اكزاكتومون امانه لازم نحافظوا عليها يعني لازم نربوه احسن تربيه لازم نقريوه لازم نكبروه في بيئه تكون ملائمه اكزاكتومون سي اون ريسبونسابيلتي مالوغوزمون كاين بزاف ناس اللي ما يعرفوش هذا الشيء كاين موضوعنا نهار اليوم باش
دخلنا درنا المقدمه دونك حبينا نتكلموا اليوم على لا توكسوبلازموس اي لا روبيول فوالا دونك هاد زوج اشياء اللي على بالنا باللي كاين بزاف ناس اللي ما يعرفوهمش لا روبيول اي لا توكسوبلازموس اللي هما دي فيروس يحكموا كامل الناس لكن الا حكموا المراه الحامل خطر كبير خطر كبير 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 انت وقتاش رحتي عند طبيبه وقالت لك ديري لي زاناليز وكيفاش كيفاش زعما كيفاش قالتها لك داكور باش نبسطوا للناس لا ما يشوفوا انا في بون كي عرفت بلي راني في الحمل درت تيست دو غروسيس رحت عند جينيكو شافت لي بلي كو قالت بلي راني اونسان عطات لي ان بيلون جينيرال اتوكسو حاجه مهمه ضروريه هي الحاجه الاولى اللي نبداو بها شافت لقات لي لا توكسو تاع لا لا كان عندي لا توكسو لازم شاك موا نعاود دي زاناليز اكزاكتومون شاك موا واش وليت ندير لازم ما نستهزاوش كاين والله غير دي ماما غير ما يديروهمش ما يديروهم صح ما يديروهمش لا توكسوبلازموس بزاف بزاف دونجوروز على بالك بلي كي قلتها لك مقبله في الكواليس كي لي مامو يدخلوا عند لا جينيكولوج على بالنا بلي يحسن عونهم كامل الاطباء ونحييوهم تلمو عندهم بزاف النساء اللي يدخلوا عندهم دونك ما تعرفكش على خطوره هذا الفيروس هذا دونك تجي تقول لك السلام عليكم فوالا على بالك لا توكسوبلازموس روحي ديري لي زانايز كي تعاود تولي تقول لك بون عندك لا توكسوبلازموس دونك ما لازمش تاكلي هذه ما لازمش تاكلي هذه لا لا ايفيتي تاكلي هذه ايفيتي تاكلي هذه دونك حنايا كي تروح لا مامو بيان سور مع الوحم تتشهاي تدخلي ريستورون تشوفي هكا اللحم هكا شغل ماشي طايب ولا تقولي قالت لي ايفيتي بصح ايفيتي معناتها نقدر ناكل هذه اي والله غير ناكل بصح اون فوا تاكلي دوك نتعرفوا على الخطوره ولا واش يصرى لو كان تحكمكم يحكمكم هاد الـ هاد الـ هاد لي دو فيروس ماناش نخلعوا فيكم ما بصح لازم تعرفوا خطوره الامر صحيح اها دونك قلت لك درت لي زاناليز تاع لا توكسو قلت كاين بزاف امهات سمحي لي نسرك كاين بزاف امهات يخرج لهم تخرج لهم بلي عندهم لا توكسو بصح ما يعاودوش لي زاناليز كل شهر ما يعاودوهمش تقول لك شنو هذه لا توكسو حتى بالك من بعد تلقى وليدها مشوه كيزيد وكذا منين من لا توكسو قلت لك انا لقاتها عندي وليت شاك مو نروح ليها كل ما نروح عندها نعاود ندير لي زاناليز تيماجيني شاك كل ما يخرج نموت بالخلعه نقول بالك حكمتني في هذا الشهر اي بورطون ايفيتي تعطيني عطاتي ان ريجيم سبيسيال اكزاكت واش ندير واش لازم ندير واش لازم نيفيتي الخضره تاعك لازم تاكليها لازم تغسليها بيان كيما لي سالاد ولا الواحد لازم يفيتيهم يفيتيهم معمرين بلي باكتيري كيما عندك مام الفاكهه كيما لي فريز ما لي فريز ما لازمش كاع تاكليها صح معمره واش ثاني اللحوم سكتو لا فيوند روج لا فيوند روج ولا كليتيها تكون محروقه محروقه طيب هنايا الزملاء كنت كين كنت بالحق كنت كين بعتهم خلاص نتشهى ما نحبش ناكل ماكله برا ما يقولهم جيبوا لي بولي حرقوه لي مليح 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 خلاص تلمون واحد لازم الكاشير ما ناكلوش اها كاع المواد اللي تكون كيما نقولوا الطون الوسمو المرقازوس المرقاز حين تكلموا بزاف كامل على هاد المأكولات هادو في أكلة وصحة الفقرة تاعنا أكلة وصحة وراحين بيان سور كيما قلت لكم كاين بزاف الأشياء اللي لازم نعرفوها ماشي تخويف نخوفكم شوية باش تعرفوا خطورة الشيء هذا لا توكسوبلازموس ولا وسموها تاني داء المقوسات بالعربية داء المقوسات وهذا كيما قلتي ينتج عن الحم اللي ماشي طيب مليح الماكولات حتى الاشياء اللي ناكلوها وثاني الحيوانات الاليفه اللي عندهم لي شا في الدار ولا حشك حتى عفاكم الله حتى الكلاب دونك ايفيتي وهذيك الناف موار فدوهم وبعدوهم عليكم لا توكسوبلازموس تقدر تحكم المراه والراجل بيان سور بصح المراه اللي عليها خطوره كبيره في الحياه تاعها اسم لا توكسوبلازموس تحكمكم خطره في حياتكم ميم لا روبيول تحكمكم خطره في حياتكم لكن شغل حكمتكم كي كنتم صغار اكون فريتوها حبيتو تاكلوا واش حبيتو لكن ما حكمتكمش دونك هذيك الناف مو هذوك لازم تاخذوا حذركم بزاف وايضا الحيوانات الاليفه بوكو بلوس لي شا من الشعر تاعهم وحاجك من البراز تاعهم حاجكم الفضلات ديالهم دونك لازم تيفيديوهم كامل رفدوا كاع الحيوانات الاليفه بعدوها عليكم لي ناف مو اخي ناف مو ماشي حاجه نحكي لك تجربه تاع وحده حكمتها كانت اونسنت حكمتها قالت لي كنت نخدم
تخدم في السياج اللي تخدم فيه كانوا عندهم القطوطه واحد خمس قطوطه. قالت لك انا عندي لا توكسو ونحادر على روحي وما ناكلش. قالت لك بصح ما دريتش باللي كي نطلعوا نهبط ونطلع نهبط في الدروج تحكمني. حكمتها دارت لي زاناليز حكمتها. ايبا واش من الحق قعدت اوسبيتاليزي واش من لي زاناليز كاين دي زاناليز دارتهم حتى بثلاث ملايين زوج ملايين تسمى نون سيلمون اكي حد تخسري كيما نقولوا دراهم وتخسري وليدك اكزاكتومون. تما حكات لي التجربه تاعها كي كنت انا بالحمل كانت تحكيها لي تخلعت صح. انا تاني ما كنتش نعرف ما كنتش نعطيها اهميه بصح كنت نسقسي باش كنت نقول لك لازم تكوني فضوليه. علاش قلت لك لا فام انسانت لازم تحكي لازم تسقسي لازم ما تحشمش. قلت لك هذه حكات لي قالت لي قريب ما نحاولي البيبي. قالت لي بصح قعدت بريف اوسبيتاليزي قعدت شهر اوسبيتاليزي. بصح هي عرفت بلا توكسوبلازموس ولا في وقت متاخر نعم سي با لا ميم شوز. نسيو نربطوا اتصال مع هي ماشي اخصائيه ماشي طبيبه نساء وتوليد طبيبه عامه لكن باش نشوفوا باللي لا توكسوبلازم ميم انسان نورمال شغل ما تجيش بزاف خطيره على 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 الحوامل. دونك كيما قلت لك لا انا عمر دوان دونك كيما قلت لكم لا توكسوبلازموس كيما قلتي الا كان في الاشهر الاولانيين عرفوا ولا عرفت بلي لا توكسوبلازموس راهي فيها تقدر دومي مال بصح لا كان 8ام ولا 9ام وحكمتها هذيك الحاجه صعيبه بزاف صعيبه بزاف. هي حكمتها في 6ام موا واو قعدت اوسبيتاليزي سلكوا لها البيبي الحمد لله الحمد لله. مي سوفرات 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 قعدت قريب ما تشوه لي البيبي اكي على بالك ينسرين لا توكسو واش تقدر تسبب اكزاكتومون جوستومون نقولوا على الاعراض ديال لا توكسو بلازموس واش يقدر يدير. الحاجه الاولى يقدر الجنين يقدر بعيد الشر عليكم والله يعافينا ان شاء الله يخرج عمى ما يشوفش يسمى يعطاكي العينين يعطاكي ايضا التخلق التشوهات الخلقيه سما كسوا في وجهه ولا في الكبده ديالو تشوه في الكبد الاصابات عصبية تاني يسمى فيها بزاف 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 امور. وكاين حتى وين يلحقوا كيما قلتي الاخت تاعك صديقة ديالك يقدر حتى الميدسان يبخو لا ديسيجن تاع لازم لافورتمون تاع لو بيبي باسكو لو ميم لو كان يزيد ولا يزيد بالتشوه ما يقدرش يعيش ابخي. دونك انا نقول لكم باللي لازم تاخذوا حذركم على لا توكسوبلازموس ما ديروهاش حاجه بديهيه هي حاجه تري 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 دونجوروز فوالا صح.